السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. إن شاء الله محاضرة اليوم أمثلة على موضوع Magnetization Curve أو DC Generator أو خصائص DC Generator. ناخذ إن شاء الله اليوم 3 أمثلة نوضح لكم طريقة حل أمثلة الكاركترستيك اوف دي سي جنريتر. نيجي ناخذ السؤال الاول. طبعا هذه الامثله من كتاب ثيراجه. مثال الاول اللي هو 28.1 شابتر 28 بكتاب ثيراجه. ذا ماجنتايزيشن كيرف، قلنا ماجنتايزيشن كيرف او اسمه الثاني هو اوبن سيركت كيرف او الماجنتيك كاركترستيك، وعندنا الماجنتايزيشن كيرف. فماجنتايزيشن كيرف او اوبن سيركت كيرف اوف دي سي شان جنريتر بسرعة 1500 دورة بالدقيقة، يعني سووا تجربة بها القراءات بسرعة 1500 دورة بالدقيقة، تيار الفيلد 0 وراها 0.4 0.8 1.2 إلى 3، وفولتية النو لود 66 إلى 240. فأخذوا ذني القراءات وقالوا يابا بسرعة 1500 احسبوا لي النو لود الكتروموتيف فورس فور توتال شنت فيلد ريزيستنس 100 اوم. اريد نحسب الفولتية بحالة النو لود عندما مقاومة الفيلد او مقاومة الشنت 100 اوم. هاي الحالة الاولى. فاول شغلة شباب نجي نسويها بهذا السؤال، نجي من ينطيني جدول لتيار الفيلد وتيار او فولتية النولود نجي نحددها بالرسم. فنجي نشوف هنا شباب، اجي اخلي محور اكس اللي هو تيار الفيلد، ونخلي محور واي اللي هي فولتية النولود. اخلي محور اكس ومحور واي، واجي اشوف تيار الفيلد من الصفر الى ثلاثة، متغير من الصفر الى ثلاثة. فنجي ندرجها، نقول صفر، هنا عندنا 0.5، واحد، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، ثلاثة. جيت حددت الرينج مال تيار الفيلد اللي هي من الصفر الى ثلاثة. انا بكيفي جيت سويتها 0.5، 0.5 زيدت الى ان وصلت للثلاثة. تريد انت تسوي مثلا من 0.2 تظل للثلاثة، طبعا يكبر عندك الرينج، انت حر. طبعا كل ما تزيد الرينج كل ما يزيد عندك الدقة، والأفضل انه نستخدم ورق بياني. انا استخدمت هنا مسطرة مشي شغل، لكن ورق بياني يكون افضل. نجي وراها فولتية النولود عندنا 66 الى 240، اعلى رينج هو 240. فشوفوا شباب، جيت خليت بالمسطرة سويت الرينجات مالتي من 20 الى 220، 40، 60، 80، اوصل لل 240. حددت محور واي ومحور اكس، هاي اول شغلة اسويها بالرسم، هاي الخطوة الاولى بالحل مالتي، اول خطوة سويها هاي واخلص منها. اجي وراها اشوف انه رايد لي راي اريد نحسب نو لود الكتروموتيف فورس فور توتال شنت ريزيستنس، ناطيني قيمة مقاومة قيمتها 100 اوم. لازم اجي طبعا اول شغلة قبل ما نحل، قبل ما ابلش احل لازم اجي ارسم الاوبن سيركت كاركترستيك. شلون حرسم الاوبن سيركت كاركترستيك؟ طبعا من هذا الجدول. جيت اول شيء قلنا حددنا محور اكس ومحور واي، سنجي نحدد نشوف تيار الفيلد من قيمته صفر الفولتيج قد 6. فنجي طبعا تيار الفيلد هنا قيمته صفر 6، هنا 20، 6 تقريبا هنا صار لانه بالنص 10، هنا أنا صار عندك شوف هاي النقطة الحمراء المطوخة آن، يعني النقطة الأولى. جيت عينت النقطة الأولى بالصفر تيار الفيلد 6 الفولتية، بالـ0.4 تيار الفيلد 0.4 60 الفولتي. نجي هنا هاي عندنا 0.5، شوية من هنا ناخذ هنا هالمنطقة هي 0.4 و60، هاي 60 سقط من هنا ويا الـ0.4 صارت عندنا نقطة، شوف هاي الحمراء النقطة الثانية. نجي على النقطة الثالثة هي من 0.8 و120، طبعا هذا واحد قبل هنا 0.8
و120 عندنا هاي، صار عندنا منها نقطة، منها 0.8 سقطها للأعلى، تقاطعها ويا 120 صارت عندك نقطة لخ، نقطة جديدة. طبعا إلى أن أوصل أظل بهالحالة أسوي نقاط إلى أن أوصل إلى تيار الفيلد 3 والفولتية 240. شي هذا الثلاثة هنا أنا أجي أسقطها ويا من ويا 240 صارت عندي هاي النقطة، يشوفون هاي النقطة سويت نقاط، أجي أوصل بيناتهم خط، أوصل بين النقاط اللي هي تبدي من هاي النقطة، أصعد صعد إلى أن أوصل لهنا، صار عندي open circuit curve بالسرعة 1500 دورة بالدقيقة. فهنا أول شغلة قلنا نعين محور X ومحور Y اللي هو تيار الفيلد والفولتية، أجي أسقط بيناتهم بالنقاط، أسوي نقاط ثانية أسويها، أرسم magnetizing curve أو الأوبن سيركت كيرف ووصل بين النقاط، رسمت الكيرف مالتي. هسه لازم نجي نرسم حتى طلع الفولتية، فولتية النولود لازم نرسم مقاومة الفيلد اللي هي خط لينير. أنا أحتاج هنا حتى أرسم الخط المستقيم اللي هو مقاومة الفيلد الـ RF اللي هو قايل لي قيمتها 100، لازم شو أسوي؟ ناخذ نقطتين. النقطة الأولى دائما هي 0 0، يبدي من 0 0 0، والنقطة الثانية هو نعطيني قيمة المقاومة 100، أنت أخذ أي قيمة للتيار الفيلد تريدها. فأنا هنا أنا ليت IF يساوينا 1 أمبير، فرضت أن تيار الفيلد 1 أمبير، أنت بكيفك، أنت حر تأخذ أي قيمة، ما محدد بهاي القيمة، وبالتالي هو يطلع لك نفس الناتج. فأخذ تيار الفيلد 1 أمبير، جيت طلعت الفولتية التيار الفيلد في مقاومة الفيلد حسب قانون أوم، تيار في المقاومة نطلع الفولتية جيت 100. فنجي إذن النقطة الأولى 0 0 بين الفولتية والتيار، النقطة الثانية 1 التيار والفولتية 100. فش أسوي؟ هجي أقول 1 ويا من ويا 100، هاي عندنا 100، قاطعها ويا من ويا 1 صعدي هاي النقطة، خلاص أجي من 0 أرسم خط صعد اللي فوق، صارت عندي نقطتين، اجر خط من 0 وصعد لي فوق، هذا يمثل لي قيمة المقاومة 100 اوم. نقطة التقاطع بين الاوبن سيركت كيرف، هذا هو الاوبن سيركت كيرف اللي انا رسمته ويا المقاومة الفيلد اللي هي 100 اوم، نقطة التقاطع بيناتهم اسقطها هنا أنا مثل ما تشوفون حتى تطلع عندنا فولتية النولود. اعيد، انا رسمت اول شيء كيرف الاوبن سيركت، ورا رسمت خط المستقيم للمقاومة الفيلد، نقطة تقاطع بين مقاومة الفيلد والأوبن سيركت كيرب تمثل لي الفولتية النولود، أعلى فولتية للنولود. فنيجي نشوف في الفولتية طلعت لنا طبعا 228، نجي من هنا نسقطها تقريبا هنا بين هنا 240 220، نص 230 جواها شوية 228، مو شرط تطلع لكم نتائج مضبوطة 100%، أهم شيء نشوفك فاهم الفكرة من تحل. فأول حالة نولود إم إم إف طلعناها. هسا نجي المطلب الثاني ذا كريتيكال فيلد ريزيستنس، يريد المقاومة الحرجة عند السرعة 1500، يعني نفس السرعة، ويريد أن المقاومة الحرجة. حتى احسب المقاومة الحرجة اجي من الصفر حط المسطرة، طبعا هذا شوفون انتو هذا الاوبن سيركت كيرف مالتي، هذا شوف ممتد منه بهالشكل، ارسم مماس ويا الاوبن سيركت كيرف، ارسم مماس ويا الاوبن سيركت كيرف، نبدي من هنا من الصفر ارسم مماس ويا واسقطه صعده الى فوق، وهذا هو الار سي اللي هو الاوبن سيركت ريزيستنس. فالكيرف مالتي مال الاوبن سيركت ارسمه ويا من الصفر، لازم من الصفر ابدي، من الصفر انتبهوا للملاحظه، خط بالمسطره سقط ويا مماس ويا يكون، واي نقطه من هنا اني اجي اسقطها طلع قيمه المقاومه. يعني خلينا ناخذ ال ها طبعا هاي المقاومة الـ R، ناخذ مثلا 240 منها، شي قابلها من جوا سقطها لي جوا 240 تقريبا 1.7 منها، انا هاي نقطة من اي نقطة طبعا بالـ RC يعجبك، منها انت تاخذها تعطيك نفس القيمة لازم. فخلينا نقول هاي النقطة جيت منها انا 240 فولت، سقطها من جوا تطلع تقريبا يعني
خلينا نقول 1.7 طبعا بالورقة يعني تطلع لنا أوضح. فنجي نقسم الفولتية على التيار تطلع لنا 141 أوم، المقاومة الحرجة عند 1500 دورة بالدقيقة. فهسه شباب احنا سوينا اول شيء قلنا ارسمنا من الجدول الاوبن سيركت كيرف عند السرعة 1500، جيت وراه حسبت المقاومة الفيلد اللي هو نطاها 100، جيت رسمتها خط مستقيم، نقطة التقاطع بين الاوبن سيركت كيرف ومقاومة الفيلد نسقطها على محور واي، نطلع فولتية النولود يعني النولود الكتروموتيف فورس، وراها يقول يريد الكريتيكال فيلد ريزيستنس، نجيب من الصفر من خط مماس الى الاوبن سيركت كيرف مالتي، من اي نقطة من على هذا الخط المستقيم ناخذ من الفولتية نسقطها لجوية التيار، فحنحص نقسم الفولتية على التيار ينطيني قيمة المقاومة الحرجة. مطلب الثالث يقول اريد ترسم لي ماجنتايزيشن كيرف جديد، اوبن سيركت كيرف جديد عند السرعة 1200 لنفس قيمة المقاومة 100. نجي احنا عندنا قاعدة تقول E1 على E2 الفولتية الأولى على الفولتية الثانية يساوي ان السرعة الأولى على السرعة الثانية. أنا شريد أنا عندي الفولتية الأولى وعندي السرعة الأولى والثانية، نجي نطلع الفولتية الثانية. الفولتية الثانية شو تساوي؟ طرفين في وسطين، E2 يساوي ان E1 في N2 على N1، E1 في ال N2 1200 اللي هو نطاها، قال أريد ترسم لي الأوبن سيركت كيرف عند السرعة 1200 دورة بالدقيقة، وعندنا 1500 اللي هي السرعة الأولى، 1200 على 1500 تنطيني 0.8، فـ A2 يساوي لنا 0.8 A1. نجي نسوي جدول جديد، تيار الفيلد ثابت نفس القيم الجدول الأول اللي هي 0.4 إلى 3، يتغير عندي الـ E2 من هاي المعادلة اللي طلعتها. فنيجي نباوع بالجدول، هنا ايش قد كان ال A1؟ كان 6، 6 في 0.8 تطلع لنا 4.8، نيجي وراها 60 في 0.8 48، وراها نجي الى مثلا 240 في 0.8 تعطيك 192 ملية الجدول الجديد الـ E2 الجديدة. صار عندي جدول جديد بين تيار الفيلد والـ E2، نجي نرسم open circuit curve جديد، هذا الـ open circuit curve جديد بسرعة 1200 دورة بالدقيقة، هم تيار الفيلد ويا الفولتية، نسوي نقطة أولى ثانية ثالثة إلى أن نكمل النقاط كلها من هذا الجدول الجديد إلى أن أخير شي 3 ويا 192. شوف هنا الثلاثة وهاي 192 من هنا، أجي أرسم الكيرف نوصل بيناتهم، صار عندي كيرف جديد بسرعة 1200 دورة بالدقيقة. نقدر نحسب الفولتية الجديدة، نقطة التقاطع بين مقاومة الخط الفيلد مقاومة الفيلد الميت أوم، لأن هي ثبتت عندنا هنا الميت أوم ثابتة، قال نفس المقاومة فنفس الخط المقاومة الميت أوم، التقاطعها ويا الأوبن سيركت كيرف الجديد بسرعة 1200، نسقط على المحور هذا تطلع لنا الفولتية تقريبا 108 أو 159 فولت. هذا خلاص عندنا السؤال الأول. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو سؤال في كتاب ثيراجة 28-3، سؤال 28-3 يقول السؤال The open circuit characteristic of DC shunt generator، نوع الجنريتر هو شانت، يقول rated speed مالتها، يعني ما نعطينا طبعا rated speed، نعطينا همين الفيلد تيار الفيلد، نعطينا الفولتية. انت من تشوف هذا الجدول خلاص قبل تعال يابي، قبل ما اشوف المطالب مالته حدد محور اكس محور واي، عين لك تيار الفيلد من 0.5 الى 3.5، 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5، والفولتية عندك الى 152، تيجي انت 20 40 60 80 الى توصلها الى هاي النقطة. بعدها ورا ما كملت التيار الفيلد وفولتية الفيلد، نجي نرسم الاوبن سيركت كيرف، هاي خطوات ثابتة، نحدد اكس ونحدد واي،
نرسم اوبن سيركت كيرف. تيار الفيل بالاو بوينت 5 ايش قد الفولتيه؟ 60. هاي الاو بوينت 5 هاي ايش قد؟ هاي 60 نقطة أولى. وراء مثلا خلينا ناخذ 1.5 138، هذا 1.5 138 تقريبا هنا، 1.5 يعني 138 هنا جو 140. الواحد نقطة ثانية إلى أن نوصل 3.5 152، هذا عندنا 3.5 ويا تقريبا 152 هنا جو 160. صارت عندنا نقطة أخيرة أوصل بيناتهم، بين النقاط اللي حددتهم تطلع عندي الأوبن سيركت كاركترستيك. خلصت اكس واي ورسمت الاوبن سيركت كاركترز، هاي ثابته بكل الاسئله ولا تدوخ نفسك. وراها قال لك المقاومه ايش قد قيمتها؟ 53. لازم نرسم المقاومه الفيلد حتى نقاطعهم ونطلع قيمه الفولتيه. هسه نجي المقاومه الفيلد، هو نعطيها 53، خلينا نختار قيمه لتيار الفيلد. بالسؤال اللي فات تيار الفيلد كان قيمته 1، هسه اختارينا تيار الفيلد قيمته 3. كيفك انت تختار اللي يعجبك، اختارهم 1 عادي. فنجي نضرب هسه ال 53 في 3 تطلع عندنا 159. صارت عندي نقطة أولى 0.0، نقطة ثانية 3 ب 159. 0.0 هي البداية، 3 ب 159 تقريبا هنا صارت عندي نقطة. وصل خط مستقيم، ارسم خط مستقيم. رسمت الخط المستقيم، نقطة التقاطع بين الأوبن سيركت كيرف والخط المستقيم أصغط على محور واي تطلع عندي قيمة الأوبن سيركت فولتج. طلعت عندي الأوبن سيركت فولتج 158 فولت، نا تقريبا جو 160 صار من السقط هاي. كالكوليت أوبن سيركت فولتج حسبناه، يريد عندنا اللود كيرنت when the terminal voltage is meet volt. At meet volt طبعا هو نعطيني قيمة المقاومة 53، نقدر نطلع تيار الشنط 100 على 53، 1.89 اللي هو تيار الفيلد. اللي من عندي هو تيار اللود، لازم أول شيء أطلع تيار الأرميتشر. الفولتية القوة الدافعة الكهرباء بحالة النولد صرنا في زاد اي اي ار اي. الفولتية احنا طلعناها من نقطة التقاطع هاي، طلعناها 158. الفولتية هو نعطيني اياها 100، مقاومة الأرميتشر نعطيني اياها 1.1، تيار الأرميتشر أنا أطلعه يطلع 580. عندي تيار الشانت وعندي تيار الأرميتشر، نقدر نطلع تيار اللود يساوي تيار الأرميتشر ناقص تيار الفيلد، يطلع عندي 578.11 أمبير. آخر سؤال اليوم اللي هو سؤال 28.5 من كتاب فراجة. Open circuit characters of separately excited DC generator سرعة 1000 دورة بالدقيقة، نعطيني تيار الفيلد ونعطيني الفولتية. قبل ما تكمل الحل ومطالبه شنية، نرسم التيار الفيلد والفولتية ونرسم الأوبن سيركت كاركترستيك. أجي أحدد محور أكس لتيار الفيلد، محور واي للفولتية. نجي نحدد نقاط بالأوبوينت 32، بالأوبوينت 4 55، إلى 1.6 120. شوف 1.6 قاطع ويا من ويا الفولتية 120 هاي النقطة. اجي اوصل النقاط مالتي، طلع عندي الكيرف مال اوبن سيركت كاركترستيك بسرعة 1000 دورة بالدقيقة. قلنا هاي اول شغلة نسويها. الشغلة الثانية اللي دائما لازم اني اسويها، نرسم مقاومة الفيلد حتى نقاطعهم ونطلع الفولتية. حتى احسب مقاومة الفيلد هو نعطيني قيمته 100 اوم، 100 اوم مقاومة الفيلد. انا اجي اختار قيمة للتيار الفيلد، انا هنا فرضت قيمة التيار الفيلد 1، الفولتية 1 في 100 يطلع لنا 100. صارت عندي نقطة الاولى 0.0، النقطة الثانية 1 ب 100، 0.0 هذا 1 ويا من ويا 100 ونجور خط، هذا الخط مالتي، هذا خط عند المقاومة 100 اوم. نقطة التقاطع مالتهم سقطة من هنا، طلعت عندي فولتية النولود 100 فولت، فولتية النولود 100 فولت. اريد تيار الفيلد نفس الشيء السقطة من اللي جوا يطلع 1 امبير، 100 فولت وواحد امبير. اريد نحسب لك كريتيكال ريزيستنس، نجي نجيب مسطرة من الصفر نرسم مماس ويا الاوبن سيركت كيرف مماس، اي نقطة من هنا نسقطها من على محور اكس ومحور واي. فاني اخذت كيفي، اخذت من هنا
قيمة الفولت هي 8، سقطها لي جوا تقريبا 0.9 أو 40. شوفوا هذا من أنا أخذته 80، سقطها لي جوا تقريبا 0.9 أو 40، قسم ال 8 على 0.49 يطلع 163 أوم مقاومة الحرجة. آخر شيء يريد من عندنا المقاومة الجديدة، مقاومة الفيلد عندما الفولت هي 115. نجي الفولت 115 وينها؟ هنا أنا صايرة هاي الفولت، هنا أنا 115 الفولت هي التيار الفيلد شقد؟ 1.4. 115 على 1.4 تطلع عندنا مقاومة الفيلد 82.1. طبعا عندكم مثال 28.6 و7 و8 مطلوبة من عندكم نفس طريقة الحل، فقط ذني الأسئلة المطلوبة اللي هي 28.1، 28.3، 28.5 هوم ورك عليكم، 28.6 و7 و8. تحياتي.